أطلقت وزارة الثقافة الفلسطينية فعاليات يوم التراث الفلسطيني من بلدة سبسطية شمال غرب نابلس بعنوان تراثنا منبع الحكاية. وقال وزير الثقافة عاطف أبو سيف خلال حفل الافتتاح إننا نطلق فعاليات يوم التراث الفلسطيني تأكيدا على تمسك شعبنا بتراثه الوطني الذي يشكل جوهر حكاية وجوده على هذه الأرض، فتراثنا مرتبط بنا وبحكايتنا. وأضاف أن احتفالنا بالتراث الفلسطيني هو حكاية للوجود الفلسطيني على هذه الأرض، وفي كل ذكرى نعيد أهمية فهمنا ووعينا لهذا التراث. وأشار إلى أن كل عنصر من عناصر تراثنا دليل على ارتباطنا بهذه الأرض، حيث يحاول الاحتلال جاهدا سرقة تراثنا بكل مكوناته ليسرقوا قصة وجودنا.